فكرك معي دوم موجود، طيفك معي يا حلو لرهاب، عصمتني عن جملة الخود ونسيتني كل ما صار في بيتنا عيد ميلاد. يا اهلا وسهلا، مره تعبانه ما ادري ايش فيني. المهم عندي صديقاتي فمره مبسوطه معهم وكذا، قاعدين نطلع نتصور وكذا، حلو girls time. المهم احس هذا الشهر مره بيكون ضغط شغل، فكنت قاعده اسولف مع صديقتي وقالت لي لازم يكون في كذا شيء يعني more short term يحمسك، يعني عندي انا شيء ابغاها كذا بس انها مره long term. فقلت بسوي vision board، الاشياء اللي ابغى اسويها يعني قريب، يعني سفرات، اشياء كذا materialistic الف ابغى اشتريها بس ما فيني حل. باخذكم اليوم معي ان شاء الله تديني طاقه فجاه الحين كذا شوي شوي و get into it. اوكي، مره مبسوطه ان اما تشامبرلين رجعت لليوتيوب، احب شخصيتها مره ضحكتني. I went to bed at 2 in the morning. في أغنية توني اكتشفتها تو يعني قبل ساعة يمكن من تيك توك الرابح، وما أدري شلون ما أعرفها، يعني ما أدري هي جديدة ما أدري شو السالفة. شي حبيب العمر على هونك، حبيب العمر مرة حلوة ما أدري شلون، معني فنانة. هذه قديمة والله، قديمة مرة الأغنية. على هونك حبيب العمر طلبت من الصدر صدفة. أخفى الكلمات. باي. غيرت بالميك اب حقي شوي و I really like it. صورت على تيك توك بس بي أسوي edit للفيديو. بروح نتعشى بنايس جاي بعد شوي. كثرت، صايرة أحط كحل داخل عيني وما قد سويتها، يعني عمري مدركة. أخي والله نحن البلد تسوي أشياء مجنونة. المهم المفروض ما المفروض ما سويتها قدام الكاميرا، بسوي فوق الحين. بسم الله. اكره قد ايش الجرس يفجعني، مع ان صوتها مره لطيف بس يفجعني. برجع لكم بعد ما اخلص الميك اب، يعني ما ابغى اي بوك ماي اي اجين. خلصت، احس شوي اتس ليبر اكسترا بس عادي، اي دونت كير. جايب شيء اسود، نشوف. بديت اجوع صدق. كم ساعه عشان شيء؟ يعني الحين ساعة 6:30، حجتنا الساعة 8. Let's like do I eat something. I eat something. ما يلا group Mother, pretend you don't hear, okay? Hey, don't worry. اليوم الفيديو برعاية اي ايرب. تعرفون قديش اموت باي ايرب، صار لي سنوات اشتغل معاهم. فاليوم بوريكم الاغراض اللي اخذت، بسوي سموذي وبسوي كذا يا عشاء يا غدا. وزي اخر مرة اخذت كذا اشياء بالجملة من فرونتيريرز، مرة احب جودة منتجاتهم، يعني الكاكاو نبز، النيوتريشنال ييست، البهارات، دائما يعني احسن طعم على الاشياء اللي من فرونتيريرز. والاشياء اللي استخدمها كثير احب اشتريها زي كذا واحطها بعلبة وخلاص، يعني زي القرفة سيلون سينمون. مع اني كسرت. اوكي، طفت الكاميرا لان الميموري كارد واز فل. المهم اللي كنت اقول، جبت يمكن 3 أو 4 من هذولي الصغار سيلون سينمون. سيلون سينمون مرة احسن من القرفة العادية، والدورة وألام الدورة لها فوائد كثير مرة. ف يا أكلك اليوم مع السيريال، أنا موت بشي اسمه قرفة فحطه بكل شيء.
واليوم بنحطه بالسموذي لأن نسيت أجيب ليمون. بالعادة أحط ليمون وقشر ليمون مع السموذي هذا ويطلع مرة لذيذ. بس اليوم بحط فانيلا وبحط شوي قرفة تغيير. إيش بعد جبت؟ إيه جبت هذا كايان بابر. مرة سبايسي مرة سبايسي. فاللي يحب السبايسي حتى ريحته الحين واو. بهاراتهم مرة مرة فريش. هذا رويبوس تي أخذته آخر مرة وحطيته بهذه العلبة. مرة أحب رويبوس تي. It's very smooth. It's very كذا ما أدري شلون أشرح بس يعني شاهي بس إنه ناعم. مرة زين. It's my favorite tea. وكثير كثير أشوف بالسوشيال ميديا يمدحون هذا الشاهي اسمه نتل ليف. فقلت بجرب بجربه لسه ما ذقته. إن شاء الله يطلع طعمه حلو. نيا الأشياء الباقي بوريكم إياها بعدين. طلبت كذا كيس بابريكا. أنا my go to spices بابريكا وأنيون باودر وملح طبعا. هذول الأشياء ما أستغني عنها أبدا. فصديقتي لها فترة تدور فجبت لها كيس كبير من آي إرب لأنها دورت بكل مكان ما قدرت تلقى زي اللي يعني دوقة عندي. فهي فرونتيريرز ما راح بأشياءهم. طيب خلنا نسوي سموذي. تقريبا موزة ونص. Just made it worse. With that strange In 1914, at the age of 74, Monet was a successful. كالعادة بحط الديسكاونت كود حق iHerb تحت بالدسكريبشن بوكس. وترى عندهم توصيل مجاني لكل دول الخليج إذا يتوافق يعني مع الشروط. وأنا دائما يوصلني طلبي مرة بسرعة و very smoothly وكل شيء. والمنتجات اللي من Frontiers كلها بحطها بالدسكريبشن بوكس. صدق يعني اللي أحب بiHerb إن ألقى فيه كل شيء يعني منتجات أكل عضوية ومن براندز ثقة غير أشياء يعني البيوتي والسلف كير وسكين كير وكل هذه الأشياء كل شيء ألقاه. فمريحني خاصة من ناحية البهارات. أحب بهاراتهم Frontiers. وبس شكرا لآير مرة ثانية لرعاية هذا الفيديو. بنروح الحين المول بجيب كم شيء للبيت. وودي أجيب كذا هوبس كبيرة. جيت هوبس اليوم متحمسة أنفسهم جرب. حضرت كلاس يوغا اليوم الصباح بعدين نمت.
الكركم بس مره له فوائد مره مضره كثير. فقاعد احاول احط شوي مع الاكل اللي معود نفسي عليه لانه مره ما اتقبله بالسموذيز والجولدن تي وذي الاشياء. ترى ما اعرف احط اي بهار. اشتهي كذا مكسيكان فليفرز. شوية كمون. الحمد لله. نحط نقطة من هذا لأنه مرة سبايسي، فاللي يحب الأشياء اللي مرة حارة أنصحه فيه. هو طبعا من Frontiers من IR. السكفي أوف مرة كثرت أوريدي أصلا. كنت قاعدة أشوف هذه المقابلة وكذا بس حطتها بالباكراوند ومرة مرة عجبتني، بس وقفتها لأن أبغى أشوفها من مرة ثانية وأسمع زين يعني وأكون مركزة. أبغى ألون هذه لأن أبغى أسوي كارد for my friend وأكتب فيها شيء جوا يعني. very simple minimalistic design بس ما أدري وين فرشاتي اختفوا. بروح أغسل يديني وأجهز ولعلها تنشف قبل ما احتاج اطلع. منتشر بالصحراء.